أهلا وسهلا يا أستاذ بيرة. ألف أهلا بيك يا ست أمال، كل سنة وأنت طيب. كل صحة وسلامة. أنت من تونس يا أستاذ بيرة؟ جدي الأعلى اللي من تونس، أو أنت اتولدت هنا؟ أنا ما اتولدت هنا، والدي اتولد هنا، كان بيشتغل إيه والدك؟ عنده مصنع حرير، وأنت كان والي يدوية. اسم بيرم ده معناه إيه يا أستاذ؟ الاسم أصله تركي، يعني إيه كلمة بيرم نفسها؟ معناها عيد، ويسموه بيران حتى في اللغة الفرنسية، معروف لغاية دلوقتي يقولوا بيران. يعني عيد. أيوة. عمرك كم سنة؟ 60، 67. ربنا يديك الصحة. يبارك فيك. اتعلمت لغاية سنة إيه؟ سنة أولى. أولى إيه؟ أولى في غيرها، أولى تحضير، طيب هي سنة واحدة كلها اللي قعدتها، وبعدين؟ ولا قبلين مات والدي، وقرايبي ما اهتموش اني استمر في المدرسه، لان هم ذاتهم ما كانوش يعرفوا يقروا يقروا يكتبوا. ان المدرسه ذهب اليها بقى يعني حاجه مش ضروري قوي. امال عملت ايه؟ عشت ازاي؟ كنت اتعلمت جانب صغير من القرايه والكتابه، كنت اقرا الكتب الصغيره اللي اقدر عليها، كان ممكن اقراها يعني. أيوة. والسبب اللي خلاني اقرا وساعد قوي جزء عمه، فانا الجزء ده هو اللي نفعني وخلاني اقرا باستمرار وبسهوله. في أول حياتك اشتغلت إيه؟ فتحت دكان بقال، إيه رأيك؟ بقال؟ كنت بنافس واحد جريجي في الحي عندنا، وكان مزخرف دكانه بالبلاميطة، عارفة الكردة والكسكمري، أنواع السمك المجففة اللي كانت تيجي من اليونان والبسطرمة، فكنت أحسده، لأن كنت أشوف البقالين العرب فاتحين جنبه، والواحد منهم قاعد وحواليه شوية أفف متبحترضي فيها فول، وعليها شوية عدس متلخبطين، وإيديه متعصف فحم، وريحة الجاز طالعة من دكانه، وحاجة كرب. فعملت دكان من هذا الطراز، بس الناس كانت تفوت عليا وأنا واقف صغير، ما كنتش أملى عينهم، واللي كان يجي عليا يشتري من عندي يجي يشتري شوك. فما قعدت نفعتش. لا 6 سنين، 6 سنين يعتبر ناجح، طفل ماسك دكان يقع فيه 6 سنين يعتبر ناجح. وبعدين لا أسباب، أهو الأسباب، كنت أسيب كل شيء وأقعد أقرأ في كتاب. في كل مرة يا أستاذ بيرم الحقيقة قعدت معاك، وخاصة شهر رمضان ده أنا بلتقي بيك يعني أكتر من مرة، كنت في مناسبات أسمع منك حكايات تدل على إن أنت حياتك فيها يعني صور عجيبة. أنا سمعت مثلا إنك أنت اتنفيت. تحكي لنا بقى بعد ما بقى يعني قفلت دكان البقالة اللي انت كنت فاتحه، النقلة اللي خلتك بعد كده. كان عندي بيت بعته، اقول لك انا ازاي كده حالا. وكنت المطالعة اللي طلع المدة اللي طلعت فيها وقريت، كانت متعبي، قريت الكتب الضخمة من الكتابة متعريفة الى كتاب الاغاني ونفح الطيب والمقتبس في اخبار الاندلس، ما خليتش. وساعدني ان واحد كان شاري 70 80 كتاب من الكتب الغاليه، وتوفى الى رحمه الله، واهل بيته باعوا التركه بتاعته بلوق، كتابه اللي 27 جنيه بقى ينباع بخمسه سلاف، بالجزء بتاعه بخمسه سلاف يعني، فاشتريته. ده نفعتني قوي المكتبه دي. وطلعت حضرت بقى الثوره في سنه 19. ايه صار؟ انتوا عارفين مطالب مصر عايزه ايه؟ أيوة. استقلال، وانجليز يطلعوا. فالانجليز حبوا داروا الحكايه، قالوا طيب الاستقلال ده نسلم بيه، هيكون لكم ان شاء الله برلمان ونواب وسفراء في الخارج، وهو السلطان بتاعكم السلطان حسين اللي هيتولى الشغله دي. فات حسين طلع بدله فؤاد، كنت انا بقى ايه بقى كويت، بقيت زي حاول انفجر. كنت وقتها بتقول زجل بقى؟ كنت اختيش اقول ده، كنت اقول شعر قبله، وبعدين لقيت الشعر ما يساعدش على اللي يوصل لي فكرتي للناس، الناس كلهم اميين، شعر ايه؟ واحد ما بفهمش بالله. جيت هنا القاهره اطلب رخصه بجريده، ما رضوش يدوني، رحت راجع اسكندريه تاني، جايب الجورنال الكبير اللي هو مطبقه على 4. انا اول ما مطبق الجريده على 4 زي المجلات دلوقتي، وكتبت بالحرف بونت 8 كتاب، وتحتها المسلة لا جريدة ولا مجلة.
وابتدأت بقى المقادة الافتتاحية كانت على المسلمين والقبط، كان في بينهم نفور زمان في أيام الحركة الوطنية، فتحوها أولا بالمصافحة، بقوا القبط يروح الجوامع والمسلمين يروح الكنائس، وأنا واقف أقول أحمدك يا من فتحت الباب علينا. بعد أزمان لما دبنا واستوينا، بالله تصلي على طه نبينا وتحفه بالفل والفتنة الزكية، وانت يا جار الهنا خليك معايا يا اللي ماسك الهجر من ليلة الرواية، خلي باب للصلح واسمع دي الحكاية، واللي فات مات ندفنه حقك عليا. يا سلام. جالنا ايوه جالنا ضيف بارد وسائع وابن جزمة نام ممزع في القماش، والوقت أزمة، والضيافة بالكتير ما تكونش لازمة غير 3 أيام ودي بالـ300. ده السبب اللي انت تنفيته؟ ده المجال ده هي زادة لون من ألوانها، ومنها بقى حتة على فؤاد ديرت ما اتجوز، دي لا تخال في الميكروفونات ولا في الجرائد ولا في حاجة يعني، وتقريبا الناس عارفاها وربنا يغفر للجميع. ده السبب اللي انت تنفيته؟ اتنفيت عشان روحت لأول مرة لتونس ما كنتش أعرفها، وجدت الناس أنكروني وأنكرتهم، حتى العيلة اللي أنا منها أو ادعى جدي إن هو منها قالوا ما نعرفكش. فروحت على فرنسا قعدت 12 سنة. كنت بتعرف فرنساوي؟ أبدا. أمال اتعلمت ازاي؟ اتعلمت هناك برضك، كنت أعرف يعني كلمات قليلة. طيب رجعت ازاي هنا؟ رجعت من غير إذن والله، كان مستنيت أبو فؤاد مات، قلت كل أمر عصي، كنت أعرف يعني إن القلوب منفتحة لرجوعي كثير يعني لو وضعتهم أمام الأمر الواقع وهربت ما حدش يقول لي ارجع، وده اللي حصل. طيب أستاذ بيرم، أنت مشهور باللون البدوي. أيوة. في الزجل. أيوة. والظاهر بيبرس كتبت أظن حلقات كتيرة منه فيها ما يكون شخص بدوي أكتبها بالبدوي وأغنيها بالبدوي وكل حاجة. إيه السبب أنك أنت يعني اشتهرت باللون ده؟ الظروف ساعدتني، قلت لك والدي كان عنده مصنع نسيج. أيوة. ينسج حاجة اسمها العبريق، وهي طرحة غليظة كده تلبسها نسوان طرابلس الغرب، ما حدش بيعملها في العالم كله أو في أفريقيا قولي غير إحنا. فكانوا العرب ييجوا بعد ما بيعوا أغنامهم وسمنهم وحاجتهم يشتروا بقى حاجتهم، ومنهم العبريق ده. فكانوا يقعدوا يعسكروا في الوكالة ليل ونهار، يشربوا شاي وغاب، وإحنا كنا نطلب بيهم ونسمع لغتهم وكلامهم. شوف اللي يسمع كلام درنة وطرابلس ومنغازي كل دول موجودين هناك، فكنت أسمع غناهم أحسن ناس يغنوا في أفريقيا. طب غني يا أستاذ. لا ما أعرفش بيقولوا إيه، إنما حافظ الكلامهم اللي كانوا يقولوه بعض الأزجال من أزجالهم، ولاحظت بقى عملت لنفسي خط خط أعرف بيه، زي واحد ماشي في طريق تايه عشان ما يضلش. أي. اللغة البدوية تبتدي عندنا من مريوط. من مريوط وبهيج والضبع والحيطة دي. أي. العرب هناك تسمع النغمة بتاع اللغة البدوية، وتسمع شاعرهم يقول ايه، عيني دمعتهن تنهل سبب داهن بدور شعل. يعني ايه دموعهم تنهل انهلالا، وهو تعبير فصيح جدا. أنا سمعت. وسبب داهم سبب البلاء اللي جالهم بدور تشعل. يعني وجوه نيرة بيضة سبب داهن بدور شعل. من ناحية الموسيقية شوف الكلام معمول ازاي. واسف اني نسيت حاجات كتير من عندهم. تطلعي لفوق شوية بعد بهيج تلاقي مثلا على طرابلس بقى، تلاقي الشاعر الطرابلسي حاجة حلوة قوي اخرى. هناك الشاعر يتناول كل شيء بشعره، مش بس غزل وحب. عندهم مجلس في مجلس الشياب او مجلس الشيوخ اللي يفصل في الامور المهمة في حوالي القبائل. ففي واحد شاعر مش عاجبينه الشيوخ دول، يقول لك ايه، شياب شياب دروز شهادتهن ما عادت تجوز، شياب قرنها على المسكين قلال محنة، شياب مهارة متبعين تقول برارة، هم بارة والكاتب بارة كل ريال يقصوا منه. ياه. تطلع فوق تونس شوية تلاقي التونس بيقول ايه، يا سلام عليكم على غزلهم. يقول لك ايه، لولا البرق يعني البرق. أي. يقول على البرق برق زي العسل، يقولوا العسل البصل الخشب ارجب اصفر، لولا البرق العج لا يعني لمع. أي. من منحرها من رقبتها، لولا البرق العج من منحرها كنا غدينا في سواد شعرها، كان سواد شعرها طوانه
تافه لو لان البياض وشهوه اللي ده خلانا ما نضلش. يا سلام. قامت لحاجتها دعوها تولي، شاف وجهها قام الامام يصلي. يا سلام. يفتكر انها طلع ان يقول الله اكبر، اقول لا لا يرجع يا راجل، دي فلانه اللي طالعه النهضه. يا سلام. حاجات مركزه ودسمه. انت استاذ بيرم مشغول بايه دلوقتي من ناحيه شغلك؟ يعني بكتب لكم، بكتب لك انت فوزير واستنى امر ام كلثوم اعمل لها غنوه جديده. استاذ بيرم انت عملت اغاني كتير للسيده ام كلثوم. ايوه. تقدر تعدد لنا بعضها؟ أو أنا وأنت كل الأحبة اتنين. الله. أهل الهوى يا ليل، الآهات، الأولى في الغرام والحب، أنا في انتظارك، شمس الأصيل. طيب أستاذ بيرم أنت إيه الحكمة اللي أنت ماشي بيها في الحياة؟ قولي إيه الحكم؟ ها؟ وإيه الخطوط اللي أنت ماشي عليها؟ وإيه تجاربك؟ أي أعدلك. أقول لك، أولا بطلت الأصدقاء. ليه؟ بطلتها خالص. ليه؟ كده بعد تجاربي أنا بطلتها، ما أعرفش ماليش بخت وياهم ولا إيه، ولا أريح الناس من شري أو أريح نفسي من شرهم. وثانيا بيسألوني الناس أنت ليه ساكن في السيدة زينب؟ ولا تكونش في الزمالك؟ ما يصحش وأنا في السن ده أروح أأجر شقة ب 20 جنيه ومستلزماتها كمان 10، لأن الشقة اللي في الزمالك تحتاج لواحد تحت يشتري خضار وواحدة فوق ده. وانا في السن ده تموت الارمله بتاعه، تقعد ارملتي محتاره على اللي يدفع لها قرد 30 جنيه منين؟ لا عندنا عزبه ولا عندنا عماره. لك حق. فانا بدات امشي على قدي، وده اهم مبدا يمشي عليه الانسان وهو مستريح. ايوه. ما ازعلش انا لما اكون قاعده على حصيره، الحصيره الفاهمه عندي الزم من السجاده الفارسي منظرها جميل وتعزل الهواء والرطوبه والاكتر. وما دام من جيبك. وما دام من جيبك. طيب استاذ بيرم. الواقع ان ده حديث جميل قوي، واحنا كنا نتمنى ان يكون ساعة. هي ربع ساعة فاتت. يا لا. فاحنا سعداء قوي. نعم. وارجو ان تتاح لنا فرصة تانية. متشكرين قوي.